انا مريم وانتي كتشاهدي قناه شوق كوازا كاتيق على يوتيوب. رمضان كريم ومرحبا بكم في فيديو جديد لي خاص بالفتيات الصغيرات والحسناوات. طبعا الموديل ديال البدعيه الصفراء فايت لينا شفناه لقى الاقبال بزاف من طرف المتتبعات ديالي، هو للاقتباس ايضا اليوم. كنقترحوا عليكم وكنقترح عليكم للفتيات الصغيرات بزاف، البنوتات الصغيرات ديال عامين 3 سنين، القفطان اللي باللون الازرق فاتح مع الخدمه ديال الكروشي في الموف، هو ايضا كنقترحوا عليكم اليوم باش تفرحوا البنيتات الصغيرات بمناسبه هاد العواشر ومناسبه العيد. القفطان الاخر حتى هو اللي فيه دوك الوردات اللي بالالوان حتى هو جميل جدا، اقتراح كيليق للفتيات الصغيرات. ايضا اكسسوارات للبنات حتى هما زوينين مخدومين بالكروشي باللوينات اللي كيبغيو البنات وبالاحجار ولا بالعقيقات، البنات كيعجبوهم الالوان بزاف. دونك باشياء بسيطه تقدروا تفرحوا بنيتاتكم نهار العيد وتهلاو فيهم وتجلبوا لهم الفرحه. كان من هذا المنبر كان نطلب من السيدات كاملهم يتعلموا يخدموا كروشي ويصيبوا حويجات زوينين، يعني ما كاين بزاف الناس عندهم الوقت، كنقترح لهم يشغلوا وقتهم بهاد الاشياء اللي مخدومه باليد عندها قيمه كبيره وكتجلب السعاده بزاف، حيت انا مجربه هذا الشيء. وكنتمنى لكم السعاده ورمضان كريم والى اللقاء.